البناء الاقتصادي والدولة بما تحمله هذه الكلمة من معاني وأولوياتها، ده اللي احنا مختلفين فيه. لكن حرب إرهاب، أمن عموما، لا احنا بنعيش جو جيد، لكن اللي احنا داخلين من أجله الانتخابات، لأن الناس دي مسألة أكل وشرب يعني. الأمن تحقق بس مش كفاية الحاجات، الإنسان مع الأمن في الأكل بقى والشرب، في العمل، في شوف البطالة عاملة إزاي، في تعليم، في صحة، في استثمار، في مسائل كتير. أعلم أن الرئيس الراحل أنور السادات هو قدوتك السياسية. كان إيه؟ قدوتك السياسية. طبعا طبعا طبعا. الرئيس السادات بعد توليه الحكم كان مؤمن بفكرة الانفتاح السياسي بشكل شامل، وأكد على ده بأنه خرج قيادات التيار الإسلامي السياسي من السجون. لو الدكتور عبد السند يمامة تولى الحكم وفاز في السباق الرئاسي، هل ممكن يسير على نفس خطى رئيس طبعاً السادات؟ هو أنا قدوتي ليه؟ أنا بقول تقييم الرئيس، ها شوف قبل وبعد، وفي مسائل أساسية، إقليم الدولة، الحقوق والحريات، الاقتصاد والديمقراطية، في مسائل أساسية. يعني مهما قلت في الرئيس جمال عبد الناصر، بس هو خد مصر في الثورة واسمها دولة مصر والسودان. سابها إيه؟ السودان راحت ومصر محتلة من إسرائيل. أما تقول عمل وعمل، لا، كل ده ما يسويش. أنا عشت، شفت حرب، أنا تجاوزت 70، شفت يعني سنة 67 والمهانة واللي احنا عشناه، و 73 مع الرئيس السادات. حتى بلدنا كان اسمها مصر، قال لك الجمهورية العربية المتحدة، متحدة مع مين؟ الحريات مفيش، الديمقراطية مفيش، وقت الناس بتاكل وبتشتغل ايام الرئيس عبد الناصر. لكن الاقليم نفسه راح، الحقوق والحريات فين، الديمقراطية فين، كل ده ما كانش كان غاية. لكن ده كله اللي مين اللي رجابه بقى؟ الرئيس انور السادات. السادات. حضرتك شايف ان الانفتاح السياسي طبعا السادات عبقرية سياسية، يعني انا اراه يعني الزعيم الاول من ايام محمد علي حتى تاريخه في العشر سنين اللي قعدوا، ما انجزه السياسي تحديدا. فكره او مبدا الانفتاح السياسي تحديدا، المبدا نفسه صح بهذا طبعا المبدأ. طبعا الله، حتى لو اسيء استخدامه في بعض في حالاتها، لكن هي في الفكره نفسها. ما انت بتفتح ليه؟ محتاج راس مال اجنبي، خبره اجنبيه، دي فكره الانفتاح.